ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهاردة ضيف جديد، وضيف هيكون خفيف على قلوبنا دايما. بس عايزة طبعا قبل ما نقدم الضيف اللي معانا أقول كل سنة وكل أم طيبة وكل مرأة في العالم طيبة. كل مرأة طبعا بتتعامل، أو كل أم أو كل بنت أو كل واحدة بتتعامل بعاطفتها طبعا وبقلبها، فإحنا معروفين دايما كده. علشان كده دايما يا جماعة بنقول إن إحنا لا نليق كمديرات كأي حاجة بتكون عايزة شوية كده جفاف، عشان إحنا أو شد، عشان إحنا بنتعامل دايما بقلوبنا. بس طبعا هرجع أقول كل سنة وكل ست طيبة. معانا النهاردة بقى انا قصدي ان انا طبعا ما اطولش في المقدمات دي، بس احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه، ومعانا ضيف من احسن الناس اللي ممكن تتكلم، وعندها موضوع الارتجال ده جميل جدا وممكن يخليني كده اقوم من مكاني بصراحه وانا بتكلم معاه. معانا شاعر وروائي واديب، وغير كده كمان معانا متحدث باسم المؤسسة اللي هي بيطلق عليها البلد الطيب وهي تحت التأسيس. معانا النهاردة أستاذ مصطفى الجبالي، نورتني. ده نورك يا أستاذة، وأنا برحب بحضرتك وبكل وقناة الصحة والجمال برنامج فكرة، وبشكرك على المقدمة الجميلة دي، وكل سنة وكل ست مصرية بخير، ويا رب دايما في أعياد. النهاردة في شهر مارس طبعا معانا عيد الأم، ومعانا النهارده اليوم العام للمرأة. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل ست طيبة. حضرتك طيب طبعا، هو لكل مقام مقال. فأنا عايزة كده في الأول يا أستاذ مصطفى تقول لنا من وجهة نظرك، لما هنيجي نتكلم عن موضوع الحب ده، طبعا الناس بتيجي تتكلم عن موضوع الحب ده بيبقوا فاكرين زي ما احنا بنشوف في أفلام زمان، حد بيجري مع حد، حد بيحب حد، كل واحد بيشوف الحب من وجهة نظره. بس أنا عايزاك بقى أنت تقول كده للناس والجمهور إيه الحب وأنواعه من وجهة نظرك. والله هو الحب، لو هنتكلم عن الحب، هو في الحب يعني في الحب الأفلاطوني، أو اللي هو بيسموه الحب اللي من طرف واحد، اللي فيه الطرف بيدي مش مستني مقابل ياخده. فده في ناس بتسميه ده أسمى أنواع الحب، ان انت تحبي بدون مقابل يعني، او اللي مش مستنيه حاجه من الطرف الثاني يديها لك. ده بيسموه الحب الافلاطوني. في بقى الحب بقى اللي هو الاجمل بقى قوي، ان هو ايه، انك تحبي وتتحبي. الشعور بالتبادل بيبقى يعني حاجه جميله جدا. في نوع من التجامل، من التكامل، ونوع من الكيمياء، ونوع من التفاهم، بيبقى في ترابط اقوى جدا، وفي ايجابيه وفي نتائج جميله جدا. لكن مفهوم الحب تحديدا هو الحب مش بس مشاعر او اتنين بيحسوا ببعض وبيفهموا ببعض، لا، الحب عامة هو ايه؟ هو ان ترى فيما تحب ما لا يراه الاخرون. اكيد. بمعنى ان انا اشوف في انسان حاجه ما حدش يقدر يشوفها غيري. هو ده الحب، ان هو يشوف فيا حاجه ما حدش يقدر يشوفها غيرها هي. ونحب احب اللي قدامي حتى بعيوبه. ما هو انا بقى التقبل بقى، ان انا لما اقبل انسان اقبله بكل عيوبه. في ناس تقول لك مرايه الحب عاميه، ده صحيح. وفي ناس تقول لك مرايه الحب مش عاميه ولا حاجه، هو المحب عرف كل عيوب اللي بيحبه، ومع ذلك قبل ان هو يكمل. لما كنت بتناقش معاك يا استاذ مصطفى كنت بتقول لي حاجه كانت مهمه قوي وجميله، ويعني ادتني اثر كده. ما كنت بتقول لي ممكن حد يجي يقول للي قدامه انت بتحب ليه دي، مع انها مش حلوه، مع انها ممكن تكون سمراء، انت بتحب فيها ايه دي كذا. هو ربنا سبحانه وتعالى خلى كل واحد فينا عنده كده حاجه ناقصه علشان يكملها من الشخص اللي قدام منه. فانا لما الاقي الحاجه اللي نقصاني ديت لقيتها في الشخص اللي قدام مني، اكيد هنا ممكن احس بنوع طبعا الكمال لله سبحانه وحده. بس لما الاقي اللي ناقصني عند اللي قدام مني، خلاص انا مثلا مفتقد حد يسمعني، او حد مثلا يحتويني او يهتم بيا، فلاقي في الانسان اللي قدام مني حاجه اللي انا محتاجها او اللي ناقصاني، فهنا اقول بقى بس انا مقتنع بدي جدا. هنا بقى الاقتناع، والعكس صحيح. طيب انا عايزاك بقى قبل ما هكمل اسئله تقول لي يلا شعري كده من اشعارك الحلوه. والله انا اقول لك النهارده قصيده جديده اسمها، بما ان احنا بنتكلم النهارده في اليوم العالمي بقى للمراه، وعندنا عيد الام قريب ان شاء الله، وبنتكلم عن الحب، هقول زيدي عليا الشوق. تمام، يلا بينا. بتقول زيدي عليا الشوق، ده انا سنين عطشان في حبك بسكر ما فوق، غير لما اكون بعينيكي سكران. زيدي في قربك كمان وكمان، ده في بعدك مفيش لصبح بيان، ولا ليل بيجي عليا غير بذكرياتنا زمان. فاكره كم قصيده كنت انت ليها عنوان، طب فاكره كم تنهيده انفاسها كانت بركان. قلت لهم نطق الحجر فاكراني، ما صدقونيش وقالوا بعاني من الهذيان. ما يعرفوش ان الحب
حلاوته في الإدمان، وإن الفراق مررته في الجلد بالحرمان. زيدي كمان قربي، ضميني من التوهان، شقيان في البعد وقربك دوا الولهان، سكي ببني الهوى ودارينا من الأحزان، وبلاش كلام وحديد خلينا في الأحضان، الحضن أصله دوا بيدوب الحرمان، ده في بعدك قلبي عاصي متمرد ومش ندمان، وفي قربك كأنه نبي معصوم بيسبح الرحمن. ما شاء الله، أنا بحب جدا الشعر العامي، هفضل أقولها ودايما أقولها، بحبه بجد، من الحاجات اللي هي بتتفهم، ومن الحاجات اللي هي بتوصل لقلوب الناس أكتر، ومن الحاجات اللي بتوصل لأي حد، سواء متعلم مش متعلم، على الأقل الناس اللي قاعدة دلوقتي قدام الشاشة، سواء حد عارف أو مش عارف، هو فاهمك. الشعر العامي عامة بيوصل الناس بسرعة، سهل، لغته يعني بتبقى جميلة جدا، بتوصل للناس، غير طبعا المصطلحات بقى القوية بقى في اللغة العربية الفصحى بتبقى محتاجة طبعا ايه اسلوب يعني يوصل للناس بصعوبة أكتر، لكن الشعر العامي طبعا لا. مين؟ بيرامو حداد وأحمد فؤاد نجم وكتير جدا من الشعراء كلهم اشتهروا بالعامية، يا ريت بس نوصل لربعهم يعني. لا والله انت شعرك بجد جميل، مش مجامله ليك، ربنا يخليك. طيب انا عايزه بس اسالك على حاجه، من وجهه نظرك ايه اللي بيميز المراه المصريه عن اي واحده تانية بره، مع ان على فكره احنا دلوقتي رجاله كتير هتتضايق يعني هو لو هنتكلم عن المراه المصريه بعيدا عن حاجات يعني ايه عن النكد عن النكد وعن البوز وعن حاجات كتيره جدا مشتهره بيها المراه المصريه، بس ده يعتبر ايه خلاص اتعودنا عليه بقى، زي ما ينفعش يبقى في محشي من غير شطه على يعني فكره انا ممكن اقعد اتناقش معاك دلوقتي لكن ساعه في لكن حوار النكد، لكن لو قلنا بالنسبه اللي يميز المراه المصريه عن غيرها، بغض النظر عن اللي بيحصل مؤخرا بعد سنه 2000 يعني، لكن هنقول لا، الست المصريه الوحيده اللي تقدر تستحمل جوزها في الغربه، الوحيده اللي عندها القدره على التحمل، على تربيه الاولاد، على الاحتواء، على الاهتمام، الاصل، التربيه، الجدعنه، خفه الدم، كل ده متوفر في الست المصريه. بس بيرجع لمين بقى؟ بيرجع للنشأة وبيرجع للام. بنتكلم طبعا على ايه؟ عن الفئه الجميله في الست المصريه اللي هي الا من رحم ربي حاليا، بس لا موجودين، بغض النظر عن بقى عن الفئه الثانيه من الست المصريه ما لناش دعوه بيها، احنا بنتكلم عن الست المصريه اللي فيها ريحه مصر واصاله مصر وعراقه مصر، وقد ايه هي بتتحمل وبتحمل الظروف وغربه جوزها وظروفه وبتشارك معاه في المسؤوليه وبتكافح معاه. بالظبط حضرتك اهو، اسمحني اقول لك الموضوع ده فعلا، طبعا انا اسفه جدا ان انا بقطع، بس فعلا الست المصريه من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها كوجهه نظري ان هي ممكن تكون بتشتغل، بتساعد جوزها، بتربي العيال، بتعمل كل ده، في حين ان المراه اي بجد مراه اجنبيه انا بشوفها بره بتكون لا بتلزمه ان هو كمان يعمل معاها كل حاجه. هي الست المصريه بس ايه، لو في اللي هي في الفتره في المؤخره لو هنعتب عليها، بس هنعتب عليها ايه؟ ان هي دايما بتشتكي من قله الاهتمام. مع انتشار السوشيال ميديا والواتساب والفيسبوك والانستجرام وبتاع، بقى مطلوب على تحت كل صوره لازم تعليق، تحت كل حاجه بتنزل لازم تعليق، تحت كل حاجه، فهنا الاهتمام بقى ايه؟ بدأ لو الاول كان قبل السوشيال ميديا بتطلبه 50%، فدلوقتي مع انت ما علقتليش ليه؟ انت نزلت بوست ما كلمتليش ليه؟ انت كنت فين؟ انت رحت فين؟ الاهتمام ما بيطلبش. بنلاقي بقى فئه بتتاثر بقى بدوت الحالات بقى، تلاقي بقى السكه الحديد والقلب اللي بينقط دم والظهر اللي بينقط خناجر، في ايه؟ الدنيا ما باظتش ولا حاجه، الدنيا جميله. انت فاهمين الموضوع غلط. الموضوع مش كده خالص. انت بتتجوز يعني ولا ايه؟ ان شاء الله انا كان سبق لي تجربه قبل كده، وان شاء الله قريب باذن الله يعني ربنا كرمني بنت الحلال، ربنا يخليها لي يا رب، وان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله الجواز. ربنا يبارك لي فيها يا رب، وهي مناسبه بصراحه. الف مبروك. وبقول لها من خلال اليوم العالمي للمراه والدتك كل سنه وهي طيبه، وزوجتي ان شاء الله قريب هتكون زوجتي يعني، بقول لها كل سنه وهي طيبه وربنا يا رب يكملنا على خير. كل سنه وكل الستات طيبين. اللهم امين. طيب قول لي بقى، كلمني شويه عن المؤسسه. مؤسسه البلد الطيب. مؤسسه البلد الطيب برئاسه الحاج رجل الاعمال الحاج حمار عاشور، هي مؤسسه تحت التاسيس. جرت العاده في مجتمعنا ان احنا اي مؤسسه او اي جمعيه خيريه يعني بتتبنى حالات الفقراء والمساكين والمحتاجين، ما شفناش مؤسسه بتتطرق للايه؟ زواج الايتام مثلا في حفل زفاف مجمع، العلاج على ان نفقتها الخاصه انها تسفر ناس بره مصر يتعالجوا، ما شاء الله، تتكفل بالعلاج بتاع الغير قادرين، تبني المواهب،
الثقافية والأدبية والرياضية والفنية والإعلامية، كل المؤسسات بتبني. ناس كتير محتاجة الموضوع ده بجد. الجميل في المؤسسة إيه بقى؟ إن هي ما اقتصرتش إن هي تعمل فرع في العمرانية بس تحديدا اللي هو في المقر الرئيسي، لا، المؤسسة اتجهت إنها تعمل فروع في كل أنحاء الجمهورية علشان كل مصري يقدر يستفاد من خير المؤسسة اللي هو البلد الطيب. واسم البلد الطيب طبعا معروف، البلد الطيب هي مكة، وخير مكة طبعا بيعم على الـ على الـ على الـ الأرض جميعا. فمن هنا جت فكرة الاسم، إن خير المؤسسة يعم على الناس كلها. ومن خلال طبعا برنامج فكرة عندنا أفكار كتيرة جدا خاصة بالمؤسسة، حابين من خلال برنامج فكرة والأستاذة مروة والقناة الصحة والجمال، إن احنا إن شاء الله المؤسسة وأفكارها والكل إن شاء الله في حلقات تانية جاية إن شاء الله كتير جدا، يكون من هنا منبر إعلامي نوصل منه خير المؤسسة للناس كلها إن شاء الله. هنكون ثنائي يا جماعة مع بعض على طول. ده شرف ليا أكون طبعا ثنائي مع أستاذة مروة. ربنا يخليك يا رب، ده شرف ليا. لكن خير المؤسسة ان شاء الله هيقوم. احنا لسه يعني بنجهز لزواج ايتام ان شاء الله يكون في مجمع، في مفاجات جايه كتيره جدا من خلال تبني المواهب بقى، واللي هنرجع تاني بقى المكتبات المتنقله في الشوارع. بس انا عايزه طبعا برضو، انا اسفه تاني لمقاطعه حضرتك، عايزه اقول لك الموضوع تبني المواهب ده يعني انا فعلا ما بشوفوش كتير، ودي فعلا من احسن الحاجات اللي انت يعني فعلا عجبتني جدا. ناس كتير قد ايه بتتكلم ويبقى نفسها فعلا تقول طب انا عندي موهبه، طب يعني نفسي حد يسمعني، نفسي حد يشوفني، حاجه كويسه جدا. في ناس على فكره بتبقى حتى الموضوع ده على الهامش. الموضوع ده جه بياكد عليه دايما الحاج حمار عاشور، ودايما بناكد عليه ان دايما اللي عنده موهبه بيجي من الاقاليم او بيجي من الريف علشان يوصل القاهره عشان يثبت موهبته. هو لما يلاقي فرع للمؤسسه في المحافظه بتاعته جنب منه في قسم لرعايه المواهب والتبني ويتجه عليه وهو قريب جنب محافظته، بيبقى اسهل عليه كتير جدا من عناء السفر عشان يتجه للقاهره وزحمتها علشان خاطر يوصل. في الاخر في اوقات في ناس كتير يعني يا حرام بيرجعوا ايه صفر اليدين يعني من غير ما يقدروا يوصلوا. فهنا كانت فكره المؤسسه انها تكون متجهه في الصعيد وفي الاقاليم جنب الناس معاهم علشان خاطر تبني المواهب الرياضيه بقى والثقافيه زي ما قلت لحضرتك، والادبيه والشعريه. عايزين بقى نرجع بقى اللي عايز يتواصل يتواصل مع حضرتك طبعا، صح؟ ورقم رقم استاذ مصطفى طبعا موجود على الشاشه، صح؟ اللي عايز يتواصل للجمعيه او يكلم حضرتك. مش بس المؤسسه طبعا، المتحدث الاعلامي المؤسسه، لا، في ناس كتير جدا قائمين في المؤسسه، ناس ليهم كل الاحترام والتقدير طبعاً. الناس بيتواصلوا معاهم على قدم وساق، دايما الحاجات اللي محتاجه مساعده ان شاء الله. في حلقات طبعا هنقول كل اساميهم ان شاء الله في يوم الافتتاح اللي هو يكون هتكون طبعا حضرتك مشرفانا ان شاء الله. التواصل موجود في رقم للمؤسسه، وفي لينا جروب على الفيسبوك، وفي طبعا الرقم بتاع الناس اللي عارفاه. وان شاء الله كل ده هيبقى له اليه وشغل اكاديمي اكتر لما ان شاء الله بعد الافتتاح باذن الله يعني. وعايز اوجه برده التحيه برده لجمعيه البر والتقوى برئاسه الحاج حمار ابراهيم، وليها كل الشكر والتقدير. بص، هو طبعا انا اللي بوجه طبعا الشكر بجد، ان يعني من خلال ان انتوا ازاي فكرتوا ان انتوا توصلوا للناس، وان انتوا اللي بتسعوا ان انتوا يعني تيجوا مليون برنامج، وان انتوا توصلوا بمليون طريقه طبعا للناس، ودي طبعا انتوا مشكورين عليها. فيعني انا اللي بوجه طبعا شكري ليكم. ربنا يخليك. انت عارفه الحاج حمار عاشور كان هو مرشح في الانتخابات، يعني قبل الانتخابات يوم 23 عملت معاه كده لقاء سريع، كان لسه ما فيش مؤسسه ولا حاجه خالص بنتكلم فيها، كان لسه الموضوع على بيقول لي، بقول له بكره الانتخابات متوقع ان شاء الله، قال لي مش عايز اتوقع حاجه خالص، ما يهمنيش النتيجه، انا كان كل هدفي ان انا اوصل لقلب الناس، وفي الحمد لله وصلت له محبه الناس دي من عند ربنا سبحانه. انا كده نجحت من غير نتيجه ولا حاجه خالص. وفعلا انا بعد الانتخابات الراجل بيوفي وبيوعد وبيكمل وبيساعد، فربنا يا رب يكون عندنا كل رجال الاعمال مصر زي الحاج حمار عاشور كده. انا بوجه له شكر يا جماعه شخصيا يعني من خلال البرنامج ده ومن خلال الكرسي ده، انا واستاذ مصطفى طبعا. طبعا ربنا يخليك. ربنا رب يديك على قد نيتكم. يلا انا عايزاك بقى تقول لي شعر بقى تاني كده، يلا سمعنا. والله بص، انا قلت المره في حلقه قلت شهد الحب مش كامله، بس النهارده هقولها بقى كامله مع حضرتك. يلا بينا. شهد الحب اللي سقته لك، عمر بحاله اللي اديتهولك، بعد ده كله تخون وتبيع، ليه بتخلي غرامنا يضيع؟ انا من شهد الحب اسقيك، تطلب روحي وعين اديك، حتى حياتي ما تغلى عليك، ليه دلوقتي تشوفني عينيك تفرح لما تشوفني حزين، بيني وبين الفرح سنين، شهد الحب انا هكسر كاسه، حتى الشوق هكتم انفاسه، ويحرم عليا الشوق بعديك، ياللي سنين وانا قلبي شريك، فضلت املا في بير الحب، اخد من روحي شهد وصب،
ولاقي العتمة جوه النور وقلبي تايه وهي هواه، أتاري البير ده كان مكسور وأنا اللي فضلت عمر ملاه. شاهد الحب خلاص بقى مر، وأنا ولا آسف ولا مضطر إني أكمل تاني معاك، ياللي سنين وأنا روحي فداك. بتقول لي وصفني، طب أوصف إيه؟ ده أنت الهم وأنت الغم وقلبك نار وأنفاسه، وأنت القسوة واللي ما تسوى في سوق النسوة شوية رمل يداسه. معلش بقى اللي جت كده، يعني النهارده اليوم اللي جت معلش جت كده. بتعمل كده في الستات ليه؟ ما واحده كده واحده كده، ما لسه كان في زيد عليا الشوق من شويه. واحده كده واحده كده. طيب قول لي بقى، انت شايف ايه اللي اتغير في الست المصريه دلوقتي عن زمان؟ لا كتير جدا، تغير جذري. اولا نظره الست، نظره المجتمع زمان للمطلقه كانت نظره المجتمع بنظره صاخبه قوي، ونظره فيها حقيقة. كان لو في حاله طلاق في عيله ولا حاجه كارثه. دلوقتي ما شاء الله مصر يعني كلها متطلقه، كل اربع دقايق حاله طلاق ما شاء الله. اثناء الحلقه شوفي الطلاق كام واحده. دي حقيقه. والغريب بقى اللي هو الايه، حفل الطلاق. انا بارتي طلاق مش عارف ايه عشان طب طلاق. ممكن اسالك سؤال؟ اه اتفضلي. طب انت مش شايف ان ده ممكن يكون ان الستات بقت لاقيه ان الرجاله ملهاش لازمه؟ معلش بقى. ممكن هقول لك على حاجه. بص مش كل الرجاله، هقول لك مش كل الرجاله ملائكه نازله بجناحات ومظلومين، وان المراه هي الشيطان الرجيم اللي لا يطاق. لا طبعا اكيد لا طبعا. ايه الراجل برضو في خلال المسؤوليه اللي مسؤول منها وكل دوت، بس فين فرصه الراجل هنا اللي يثبت ان هو قد المسؤوليه ولا لا؟ ما انت ما تجيش تقول لي انا عشت معاه سنتين ثلاثه وجبت اخري. طب انت شفت من سنتين ثلاثه ده مش مقياس يثبت ان هو قد المسؤوليه ولا لا؟ ما تجيش النهارده الاقي واحده بتتطلق او بتعمل رفع قضيه خلع بعد ست شهور من الجواز وبعد سنه. انت منين قدرت تحكم عليه؟ ما هو اللي من سنه دوت انت رفعت عليه خلع او طلاق، هو اللي كان معاكي اثناء فتره الخطوبه اللي كنت مقتنع بيه، ما اتغيرش يعني. مش هي السنه اللي تحكم عليها. لكن لما نيجي نقول مثلا ان راجل متجوز بقى له 10 سنين بتعاني وبتكافح وبتستحمل وربه الاولاد واستحملت غربته وسفلته وبخله وقله مشاعره 10 سنين، خلاص دي جابت اخرها. اكيد. هنا، لكن ما تجيش انا اقيس مسؤوليه الراجل اللي هو لا يطاق على مدار فتره زمنيه سنه او اثنين او ثلاثه، لا مش مقياس ابدا اللي هو يقيم الرجل هو قد المسؤوليه ولا لا. في ظل ايه بقى؟ في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، احنا يعني بس هو عموما اصلا انا يعني من وجهه نظري اساسا هو الايام دي ما بقاش حد بيستحمل لحد حاجه. الاخ ما بيستحملش اخوه. احنا اتخنقنا خلاص بجد حقيقه والله. لذلك احنا محتاجين برضو ايه، في بما ان احنا يعني في فقره عن الحب، محتاجين برضو يا جماعه دايما ايه، ان احنا ناخد طاقه ايجابيه من بعض. طب في المؤسسه ما بتتبنوش المطلقات؟ بنتبنى والله المطلقات والايتام والحالات المستعصيه، بنتبنى كل دوت، بنتبنى اصحاب الهمم. لسه طب اكيد المطلقات ليهم يعني شروط صح؟ يعني اكيد مش اي واحده مطلقه هتتبنوها، اكيد ده اللي انا اقصده. ممكن يعني اللي اقصده ان ممكن تكون شايفه تصرف على نفسها. لا ما هيجيش واحده مثلا مطلقه مثلا معاها مشروع او فاتحه مشروع او ليها وظيفه مثلا بدخل مثلا واو قوي ونيجي نتبناها، لا في غيرها اولى منها بكتير، يستحق الدعم ويستحق الرعايه ويستحق الاهتمام. القرش اللي هتاخده هي، لا تاخده اللي تستحق. هدف المؤسسه ان كل جنيه بيطلع او كل كرتونه مواد غذائيه او كل بطانيه او كل علاج يروح للمستحقين. الحاجه الثانيه اصحاب الهمم ومتلازمه داون واصحاب التحدي دول لازم في برضو اهتمام بيهم قوي وفي رعايه جامده جدا بيهم من خلال مواهبهم بقى، علاجهم، رعايتهم. وده اللي برضه بتهتم بيه المؤسسه، مش بس برضه. ودايما بنرفض دايما يتقال عليهم معاقين. طبعا احنا دايما بنقول ان المعاق هو اللي قادر يمشي على رجليه وربنا متعه كامل صحه حاجة. وماشي على الارض يقول يا ارض هدم عليك قدي، وما بينتكش وما بيسمرش وما بيعملش حاجه خالص غير ان هو بيصدر طاقه سلبيه، ده المعوق. طبعا. انما دول لا، دول ابطال ولهم كل التحيه والتقدير وتحيه. سبحان الله، ربنا بيشيل منهم حاجه بس بيحط والله فيهم مميزات كتير وحاجات كتير احسن. فعلا. وعايزين نقول برضو لكل انسان ما فيش حد، كنا قبل كده كنت بتكلم على حلقه عن التنمر، ما فيش شخص عانى من التنمر الا ونجح. اكيد. بيتهوفن كان اصم وابكم نجح. سيدنا بلال بن رباح عانى من التنمر وشوف بقى مؤذن الرسول عليه السلام. كتير جدا. شكسبير، اوزل بريد، تشارلز ديكنز، كتير جدا. رابعه العدويه عانت من التنمر عشان الجزء النصف الاول من حياتها عانت من التنمر بعدين لما تاب. كل انسان عانى من التنمر ربنا كرمه ونجح. ليه؟ لانه طبق الايه الكريمه
اللي ربنا عليها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون بيبقوا عايزين يعملوا حاجه بيبقوا بيعاندوا مع التحدي في الزمن التحدي دي احلى حاجه. ما تاثروش بالطاقه السلبيه بقى اللي هم بياخدوها من الناس المعينه، دايما قربوا من الناس الايجابيين، الناس اللي عندهم تفاؤل، النظره لبكره حلوه. لكن الناس عندها نظريه المؤامره وجو المؤامره وغابات الموز ونظره التشاؤم والنظره التشاؤميه. من خلالك يا استاذ مصطفى، من خلال المؤسسه برضو احنا بنقول لكم من هنا اتفائلوا يا جماعه بجد بالمؤسسه خير، وبمكاننا ده هنا وبقعده الاستاذ مصطفى ده هنا، وان هو بيطلب من اي حد او اي حاجه يعني او اي حد معاق، اي حد متضايق او اي حد عنده ظروف مش عارف ان هو يعني يحلها. يعني هو الراجل جاي، هو يا جماعه قاعد في الكرسي وهو اللي بينشدكم، يعني هو اللي جاي لكم مش انتوا اللي بتروحوا ان شاء الله. وده برضو من اول حلقه لنا مع بعض ان شاء الله، من خلال حلقات تانيه كتير برضو يكون في دعوات للتفاؤل ودعوات للامل ورحلات ان شاء الله وحاجات جميله. انا عايزه رحلات، يبقى هو رحلات. شرفتني ونورتني. شرف لي يا ست الكل والله بجد، والاستوديو نور بيك. وقد ايه قعدتك كانت خفيفه على النجوم. انت اللي جنبك لازم ينور، والاقراط الصحه والجمال لازم طبعا يبان بصحه وجمال ونور في القناه الجميله ديت ومن خلال برنامج فكره. ربنا انا بوجه تحيه لكل القائمين. واحنا بنوجه برضه شكر تاني مؤسسة الحاج محمد عاشور. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، فوصل استنوا.